ست موانئ يمتلك العراق حالياً هي ميناء أم قصر، ميناء خور الزبير، ميناء البصرة النفطي، ميناء خور العمياء، ميناء أبو الفلوس، ميناء المعقل. اثنين من هذه الموانئ مخصصة لتصدير النفط. وبحسب الشركة العامة للنقل البحري، جميع البواخر العراقية نالت ولأول مرة شهادة الامتثال الدولي SOC لانبعاث ثاني أكسيد الكربون بعد استكمالها المتطلبات الأساسية وبإشراف هيئة التصنيف الفرنسي. وأن امتلاك هذه الشهادة من شأنه تمكين البواخر العراقية من الإبحار إلى كافة موانئ العالم بدون تحفظ أو استثناء. فعلى الرغم من الاتساع الكبير الذي شهدته تجارة العراق الخارجية في جانبها الاستيرادي من مختلف البضائع والسلع، وهيمنة الصادرات النفطية بنسبة تصل إلى 99.5% من إجمالي الصادرات، فإن عمليات النقل البحري لهذه التجارة قد ارتبطت بزيادة الاعتماد على الناقل البحري الأجنبي في تلبية متطلبات الاستيرادات، وكذلك الاعتماد على الناقل الأجنبي في تصدير النفط العراقي إلى الأسواق العالمية. لهذا عملت الحكومة على إعادة تأهيل قطاع النقل البحري العراقي من خلال عقد اتفاقيات، منها توقيع اتفاقية لحركة السفن والتعاون في مجال النقل البحري بين العراق والسعودية، في خطوة من شأنها أن تدعم التبادل التجاري وتسهل إجراءات الوصول إلى موانئ البلدين. كذلك إعادة تأهيل وتنشيط وتفعيل قطاع النقل البحري التجاري ببواخر وكوادر وقوانين وأنظمة تساير القوانين والأنظمة في الدول البحرية المتقدمة، فضلاً عن تأهيل العاملين على البواخر لتقديم أقصى ما لديهم من خبرة وضمان كامل الحقوق لهم وفق المعايير الدولية المعمول بها. هبة السوداني لبرنامج دينار بغداد.